الفارسية توجد بديل الطربدة بتوزيع الكمامات وبتوزيع المحاكم في الأطوار. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب الذي تزامن مع ارتفاع الصاروخ لعدد المصابين بداء كورونا حيث بلغنا مازر 1000 مصاب يوميا، أصبح ملزما علينا المشاركة والمساهمة في نشر الوعي من أجل محاربة هذا الداء والمساهمة في أجل الوعي من أجل التحسيس بخطورة داء كورونا. أصبح ملزما علينا ارتداء الكمامة وأصبح مجبرا علينا المساهمة في التلقيح ضد هذا الداء حتى نتمكن إن شاء الله من المناعة الجماعية، وأصبح ملزما علينا بتطبيق المقتضيات التي تنص عليها وزارة الصحة والقوات المسلحة تسمينا وتساهم معنا في نشر هذا الوعي. إخوان ديالنا المهنيين سائقي سير المجرى ساكنين المكافين التحقوا فينا تاخذوا الكمامة والمحقق. إخوان ديالنا المرض راه باقي، اللي كيقول لك كورونا ما كايناش كورونا راه كاينه، اللي كيقول لك المرض ما كاينش المرض راه كاين. إخوان ساكنة الكابين، إخوان مهني سيارة مجرى الصنف الأول الصنف الثاني التحقوا بنا ياخذوا الكمامة وياخذوا المحقق. إخوان سائقي سيارة مجرى تشار بطاقة الكابين أعطوني إخوان الكمامة. إذا إيمانا منها بالروح الوطنية وإيمانا منها بالروح محمد الجمعاوي تقوم جمالات مصر هناك في مقتل سلاح وجوه داخل مدينة طهران.